تعالوا بس نقول مقادير السلطه علشان هنعمل اللي احنا هنعمله ده مع بعض. يكون عندي هنا الفراخ اخدت ايه تشويحه حلوه. انا هعمل هنا سلطه بما اني فاتحه كيس كده فراخ حلو، فانا شلت كده صدرين منها وهنشتغل مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل سلطه فراخ مكسيكيه خطيره. عباره عن ايه؟ عباره عن صدرين او شريحه اتنين تلاته زي ما انت عايزه. عندي هنا بقى الخضار بتاعي، خس، بقدونس، كزبره، شبت، بصل جوليان، فلفل احمر جوليان، طماطم مجففه من وادي فود اهي. طماطم مجففه دي بقى مش عايزه اقول لكم دي العشق، يعني بحبها. لو بصوا لو عملتها سندوتشات بعشقها. طيب عندي هنا كمان ذره حلوه، عندي هنا كمان فاصوليا حمراء من وادي فود، شويه فلفل كده مخللين هالبينو خطير من وادي فود، شويه جبنه تشيدر بقى والدريسنج بتاعنا، كوبايه زبادي، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار جبنه كريمي، معلقه كبيره عصير ليمون، معلقتين كبار خل بلسمك، ومعلقه كبيره من كاتشب وادي فود، وكمان عندي هنا ملح وفلفل اسود، رشه بصل بودره، وطبعا زيت زيتون من وادي فود. الله 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 الله. بصوا بقى تعالوا لي هنا، شايفين البانيه عندي هنا استوى واخد لون خطير وريحته تجنن. البانيه عندي هنا استوى واخد لون خطير وريحته تجنن. بصوا لي كده عليه عامل ازاي اهو. هل انا كده اكتفيت بيه؟ هل انا كده اكتفيت بيه؟ لا، هعمل ايه؟ صوص المارينارا ده بقى اللي احنا عملناه، ناخد بقى معلقه ونحطها هنا. مداريه عليكم كده، تسلم ايديكم. معلقه ونحطها هنا اهي. انا بعشق الاكله دي، يا نهار ابيض. وعلى فكره لاي حد بحبه هتلاقوني لازم اعمل له الاكله دي في مره من المرات وهو عندي، وخصوصا لو ايه بقى فيها شباب، يعني القعده فيها شباب. طيب وبعدين هرش عليها بقى رشه ايه؟ موتزاريلا اهي. متخيلين الطعم يا جماعه؟ اقول لكم ولا انا بجوعكم ولا ايه؟ اهو تمام كده، حبه حلوين. طيب انا هنا بقى بحب احط صوص للصوص المارينارا ده ريحان، بس انا نسيت احطه بعد ما استوى، بحط كده اهو ريحان فريش علشان لما كنا ناخد ما هعمل بقى في اللي جاي اهو. شايفين اديها تقليبه حلوه، الريحان الفريش بيتحط بعد ما بعمل الصلصه. الله الله الله، ريحته طلعت اول ما اتحط في الصلصه وهي سخنه ريحته طلعت. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح مدخلاه الفرن. ماشي، هيعمل ايه؟ هيسيح عندي الجبنه الموتزاريلا، هتسيح على هنا البانيه. تمام، ويبقى انا كده خلصت البانيه. تعالوا بس نجيب حاجه ندخل بيها اهي. الله، هو ده الكلام. تعالوا كمان عندي هنا الصاج التاني استوى، طبعا الفرن عندي سخن جدا علشان يستوي معايا اهو. مهم يكون السخن الفرن سخن. ليه بقى؟ علشان الفراخ عندي ما تنزلش ميه، مهم قوي الفرن يكون سخن. طيب تعالوا على طول والطاسه سخنه كده نحط شويه زيت الزيتون بتاعنا اهو، ونشوح فيها صدور الفراخ. بس كده تنفع بأقل، طبعا تنفع بأقل. وتعالوا وعندي هنا الصدور بتستوي، تعالوا نعمل السلطة اللي كلها قايمة تقريبا على منتجات وادي فود. يعني عندي هنا الكابوتشي، عندي هنا البصل، الفلفل الألوان أحمر،
بقدونس وكزبره وشبت، تقدروا تختاروا كمان منه اللي انتوا عايزينه لو مش حابين كله. اهو عندي بقى الايه الذره الحلوه، ياخد ايه، حاضر، نعم حاضر، هياخد بقى ايه معلقتين حلوين من ايه، من الذره الوادي فود اهو، تمام. وهقفل كده عليها واشيلها. عندي هنا ايه كمان، فاصوليا حمراء، الله، ياخد برضو حبه اهو، انا افتح الكان اخد اللي انا عايزاه واسيب عادي في الثلاجه اهو. وبقى الساندرايد توميتو كابتن كيرو وكمان عندي شويه الفلفل الهالوين، شكرا. بس كده، واخد هنا ايه، ادي كم واحده، شكرا يا كيرو، حلوين كده يا جماعه، بعشقها بعشقها. بصوا بقى، اخدنا حط شويه زيت زيتون منها، يا نهار ابيض على الحلاوه. واخر حاجه هناخدها شويه فلفل بقى كده حلوين، ننغنغ بيهم الموضوع. والدريسنج بتاعنا بقى عشان نقلب كله، الزبادي، المايونيز، عندي هنا كمان الليمون، عندي هنا الخل البلسميك، يدي مزازه ولذاذه. لا وكمان هعمل ايه هنا، بصوا هنقلب عندنا هنا الفراخ، ريحتها خطيره، ريحه النظافه طالعه منها اصلا، ونرشها برشه فلفل اسود وملح، وننزل عليها كمان ايه دي معلقتين خل بلسميك. اتفرجوا على الحلاوه بقى، ربط كده. وعندي هنا كمان معلقه ايه كاتشب، كاتشب ده صحي، 50% سكر اقل عن اي منتج تاني للكاتشب، تمام. رشه ايه الثوم البودره، واخيرا هنا هنحط رشه الفلفل الاسود. صحي يا جماعه، يعني نديه لاولادنا واحنا مطمنين تماما، حاجه صحيه. الكاتشب بتاع وادي فود حاجه صحيه، دهون اقل، سكر اقل 50% عن اي كاتشب تاني موجود في السوق. بصوا سلطه بقى غنيه جدا، تحفه. اروح ابص، الله الله، بصوا بقى طلع عندي عامل ازاي، خطير ازاي. هروح احطه هنا، ثانيه واحده هجيب الايه اللي بشيل بيها واحطه في طبق التقديم. بصوا الله، اتفرجوا معايا يا جماعه بس كده، ها، على الحلويات دي، ها هيتقلوا لا بس كده اهو. صوص المارينار طبعا بيدي طعم مختلف للطبق. وبعدين هنعمل ايه، حاضر، هنجيب الباقي، احنا ما حطيناش عليه، عادي هنقدمه، اللي عايز كده اوكي واللي عايز كده اوكي اهو، يبقى رضينا كل الاذواق. بس كده تحفة، مقرمش ويجنن ولا لازق ولا اي حاجة بالطريقة اللي احنا عملناها دي اهو. هنرش ايه بقى عليه، رشة ريحان فريش او زعتر، شوفي انت عايزة ايه، زعتر ولا ريحان. هندي تقليبة بس لصدور الفراخ بتاعتنا، بصوا لونها بقى خطير ازاي وطعمها تحفة اهو. صوص المارينارا كده احنا خلصنا اللي احنا عايزينه، هعمل ايه، هروح واخداه، واخده كبشه بتاعتي
الكبشه دي، هستخدم الكبشه دي بتاعتي اهي، واروح حاطه فين هنا على المكرونه بتاعتي اهو، شايفين بقى خطيره الريحان بقى فيها كده فريش وباين، كلها واخده من بعضها. تمام تمام فاضل لي ايه؟ فاضل لي احط السلطه، اقلبها بس في طبق التقديم ونحط عليها الفراخ وبس كده. يلا بينا هنشيل دول كده هنا، نحط ادي طبق السلطه بتاعنا، اهو الله ريحه السلطه حكايه، هو ريحه الاكل كله حكايه. حاضر، اخر حاجه انا قلت لكم هرش بس ريحان اهو هنا. تمام، ممكن نكمل بشويه بقدونس وخلاص الفراخ بقى هاخدها. انا المفروض ان انا اقطعها بس انا هحطها لكم كده علشان مفيش وقت ان انا اقطعها. واخر حاجه رشه الجبنه. انا مبسوطه جدا بسفره النهارده، سفره مميزه خطيره تجنن بجد، هتعجبكم جدا جدا جدا، هتعجب الاولاد قوي. فكره صوص المارينارا يا جماعه لما يتحط على الفراخ بشويه الموتزاريلا، لا في حته تانيه في حته تانيه. واخر حاجه رشه ايه؟ الجبنه هنا، وكمان هرش رشه جبنه هنا وبس كده. ايه رايكم في حلقه النهارده؟ انا مبسوطه بيها، يا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين بيها. عملنا النهارده الفراخ البانيه من وادي فود، وعملناها بصوص المارينارا، وكمان عملنا شويه مكرونه بصوص المارينارا كمان، واخر حاجه عملنا سلطه خطيره تقريبا كلها بمنتجات وادي فود، وقدمنا بقى الاكل بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني يا رب تكون سفره النهارده عجبتكم ولقيتوا فيها فكرة حلوة ولذيذة. دي كانت النهاردة، أشوفكم بكرة بقى إن شاء الله على خير. ما تنسوش تفتحوا بقى شوية مخللات من وادي فود كمان وتحطوها على السفرة. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله من واحدة لاتنين والأعياد الرابعة صباحا. بحبكم من كل قلبي، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. باي.